فهو سان باولي هو المسؤول الاول والاخير. دايما بتتكلم برضو عن اختيارات اللعيبه، هي السنه دي على فكره تحديدا بشكل كبير جدا اختيارات اللعيبه عليها علامات استفهام كبيره وعلامات تعجب كبيره جدا. طيب انت لو انت المسؤول عن القرار في اتحادات كره القدم في البلد اللي تطلع من كاس العالم، تشيل المدرب بعد الخساره وبعد الاقاله ولا تبني عليه خطه للمستقبل؟ والله على حسب. يعني انت لو بتتكلم مثلا على منتخب زي منتخب على سبيل المثال المانيا، واكيم لوف واخد كاس عالم، واخد كاس عالم من القارات، خرج بفضيحه من الدور الاول في سيناريو مكرر لحامل لقب كاس العالم، لكن لا انا ما مشيش واكيم لوف. وغلط ان هو ما خدش ليروي ساني معاه في البطوله، غلط ان هو يعني كان عنده كميه لعيبه كبيره جدا واعتمد على لعيبه سنها كبير زي مولر، زي تير شتيجن بالظبط، ونوير لعب نوير اساسي، نوير مصاب طول السنه، وتير شتيجن شالك في كاس العالم للقارات وعندك حراسه مرمى قويه، مش مقياس، مش عشان انت عندك تير شتيجن نوير ماشي، نوير سوبرمان في حراسه المرمى في المانيا ماشي، بس كان راجع من اصابه طويله يعني بالظبط، يعني مش مقياس ان انت تفضل محتفظ بيه. برده التشكيله فيها اسامي كبيره، وبعدين اوزيل داخل عليه مشكله بتاعه صوره الرئيس التركي، خلاص انت عارف ان اللعيب داخل فيه مشكله في التركيز عنده وفي مشكله في الاداء، ما ركزش عليه، ما سيبوش وحمله مسؤوليه خروج المنتخب.